ومن الأخبار الرياضية في هذه النشرة، فاز المنتخب السنغالي على نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم 2022. وأحرز أهداف السنغال كل من بولايديا وفامارا ديديو وبامبا ديانج ليحيي منتخب أسود تيرانجا آماله بالتأهل لدور 16 بعد حصده النقاط الثلاث، فيما اقترب المنتخب القطري من توديع البطولة بخسارته الثانية على التوالي.